ربي يحفظك، صيام مقبول ان شاء الله. طبعا انت مبدع فيه. همس الاسدي انت اليوم نورت هذا المكان، ربي يحفظك ويسلمك. ما شاء الله داعمه النور، المكان منور بوجودكم طبعا. الله يحفظك. ربي يحفظك. سيدي الاسدي اهلا وسهلا بنت عمي. اهلا وسهلا بك. رمضان كريم عليكم اول شيء. علينا وعليك يا ربي يتقبل طاعتك. ربي يحفظك يا قلبي. رمضان كريم عليك. علينا وعليك ان شاء الله كل الخير يا ربي يحفظك ان شاء الله. اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. كيف فطوركم؟ والله انا مسويه مقلوبه. مقلوبه اليوم عاد مقلوبه. فطوركم شنو؟ احنا سوينا تغييرات اليوم، سوينا كبه، مطبق دجاج، هيك شيء يعني حسب طلبيتهم يعني بالبيت. تقول انتم اكل البيت او اكل المطاعم الصراحه؟ لا شيء اكيد اكل البيت. اكل البيت. اي طبخوا حلو. طباخين انا طبعا شيء اكيد. ها؟ طبعا بدون ما نسال؟ بدون ما نسال؟ جائزة مقدمة من مركز العلاج للأسنان تسلمين يا قلبي. الله يحفظك. جائزة مقدمة من مركز العلاج للطب وتجميل الأسنان. طبعا احنا برنامجنا ليالي بصرية كلمة حلوة للبصرة. طبعا أهل البصرة أهل الكرم أهل الطيب، تحياتنا لهم والقناتكم طبعا هذه ولهذا المركز اللي شاركوا بالجوائز إن شاء الله. يا ربي نسويهم شيء أكيد، نسويهم راح نسويهم إعلانات. خليكم معنا وبعدنا مستمرين ببرنامجنا ليالي بصرية.